هي انه حقيقة قد ايه ان الناس شفت انه ناس كتيره متابعاني من زمان وحبالي الخير وحبالي النجاح ده وحبالي ان انا وصلت لقاعده عريضه، انه ناس اخيرا شايفه ان انا اتحطيت في المكان اللي انا استحقه بعد رحله 9 سنين من الشقه والشغل على النفس والمذاكره. هتشوفي مجموعه شباب ومجموعه قصص كلهم بيحلموا بالتمثيل وكلهم بيتقبلوا في معهد فنون مسرحيه او اكاديميه التمثيل. كل واحد فيهم عنده خلفيه اجتماعيه مختلفه، وكل واحد بس اللي بيجمعنا كلنا ان احنا بنحب التمثيل، فبنخش الاكاديميه دي وبنسلط الضوء على شكل دراستنا والمحاضرات اللي احنا بناخدها. فهتشوفوا جرعه من تمثيل المسرح، وهتشوفوا واحنا بناخد دروس غنى واحنا بناخد دروس رقص، وكمان هتشوفوا كل واحد في بيته والصراعات مع اهله والبيئه بتاعته عامله ازاي. فهيبقى مسلسل مهم جدا. ايه اكتر حاجه مجنونه ما عملتهاش؟ هو ده السؤال. والله غالبا يعني بشوف ان انا جناني بس في مجرد في الافكار، يعني في النيه، يعني انا مجنونه بالنيه بس تيجي عند التنفيذ بقى برجع لورا عشان الجانب صوت العقل بيشتغل او صوت اصحابي بيشتغل. خط على هنا ارجع بظهرك. عشان كل ما الواحد يتجنن كده يعني الاصحاب الجدعان بيرجعوه تاني للطريق الصح. فهما الاثنين عاملين لي لخبطه ما بين ان انا شخص فعلا عقلاني جدا وشخص طول الوقت خياله وشغال وبيحلم وحالم ورومانسي ورايح في داهيه.